بيسا في صحن مرمر كذاب ما حبيني حبي تسلى بي وانا على نيتي صدقت حبيته راح وتركني وانا محروق اعصابي وانا على نيتي صدقت حبيته له خال على صفحات خد لكن حرام
بينك وبين نتج؟ لا. بينك وبين نتج؟ لا. هذا الوقت يا هواي حسام الوقت عاداني الوقت مو دمع بج العين دم الوقت بجاني كشم عطره يا 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 ضبطك يا حسام ضبطك نبغاها الليلة مولعة يا حسام مولعة يا حيكم والله حيكم تعال جولة تعال للحين الثلاث اجتمع يا حسام والله الثلاث أربعة صدامك يا حسام صدامك يا حسام من قزاز لا تداقش حجر يا والي والي هبات الليل وعيوني ما لمتني وداوج روح البلقلوب هبات الليل البيت ما لمتكم يا ابو عمر ما لمتني ولا بيها لذيذ العيش طال ما لمتني ما لمتني اديلك ما لمتني ما لمتني تعبت من شي الهدمي ما لمتني ما لمتني الله والله لو ان تدري العالم والله لو ان تدري العالم ما لمتني ما لمتني ليروح حسام لا يبعد عني بعيد اسكور دخلوا بذنا الدبل الدبل يا اخوان الدبل يا ابا غسان وانت لبداني يا ابا تغني وعانك بالجوله يسحب هدي علينا يا عيوني اسمع ما راح تفوز ابو عمر موجود او هلا او هلا وبك يا هلا يا حبيبي يا هلا ولا قطعنا الدبل ولا قطعنا وادينا هلا وهلا وبك يا هلا يا حبيبي يا هلا سعود 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 يلا شوف طالما انت عينك بالجولة غسان وانجل احلى نجوم بالعالم حبيبي والله ما شاء الله عليكم اهلا حسام ونورتونا كنتوا على المسرح رائعين شكرا لكم حبيبي يا حسام والله يسعدك واشتياقات والله مشتاق لك الانبهار والنجاح يا غسان وانجل تستاهلوا حبيبي حبيب القلب وين المايسترو حقك يا حسام يلا انت مخلي مجال ولك شيل يا ابو عمر شيل اطلع يا بابا اطلع ابو الليث موجود يا سعود وتحكي بسكور يا عيب الشوم لك ابو عمر موجود يا عيب الشوم يا عيب الشوم عليك بس هاي لنا شهرين ترى ما بثينا اوكي يا زلمه صار لي 4 شهور ما بثيت اقولك شهرين شبدي ثلاث مدري اربع انا من تقفل عند التيك توك انت صايم والله متلك يا سعود والله انا كمان غايب غايب والله مسجليني غياب اغيب وما يفقدوني أزعل ما يراضوني وإذا عنهم يسألوني يقول أحباب إذا بالصدفة شافوني جوانا يحاجوني منهم تستحايوني نعز الناس
ما بينفع ابدا يا سعود، اقوى 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 بيني وبينك انا اوريك، انا اوريك اقوى 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 ما عندك، اقوى ما عندك. ما بيفكر شيل بابا لنا على الخلاط، على الخلاط داري، يا موسع لنا. انا ان شاء الله يعني خالصكم كلكم، يعني لازم يكون في خلاط. تكبيس يا اخوان، اللي ما كبس يكبس، ما صار شيء. لا بس غسان انجل، انتوا حبايبي، بس سعود بدي اخلطه لانه هو بلش. فايتين الغني صار يقول ايش جوله ما جوله. قلت والله هاكلك، والله هاكلك، بس والله ما تاكل شيء، والله ما تاكل. هذه الجوله يقول شوف احنا نلعب جولتي، لا احنا صرنا اربعه، اعتبر جولتي صح الرسول. عادي عادي عادي. الجوله الاولى شوطك بينتهي حلو، الجوله الثانيه تبدا حكايه الاساطير يا استاذ حسام اللباد. طيب حنشوف. اوكي بس تذكر هاي الكلمه شو قلت؟ اساطير. اي نعم اساطير، اتذكرها بس. ليش ما شوف بيني وبينك الجولة بدي عذبت من الوراء. يا عيال تكبيس ليه وقف؟ اللي ما كبس يضغط على الشاشة، شاشتي هذا المربع يكبس فيه خلاص. جولتك انت. ممكن انا، انا ممكن انا بدي اغني، حبيت تسمعوني انت. يلا تفضل نسمعك. ليش ما نسمعك؟ ليش؟ عشان اخلطك الجوله الثانيه. يلا نشوف. يلا يا عيال، اول ما تبدا الجوله انتم 5000 شخص، اول ما تبدا الجوله كبسوا بس. كبسوا بسيطه بسيطه. حيك يا ابو عمر، حيك. شو حطيت؟ هذا نفس اللي معكم شو نبي؟ ايه ها؟ على الاغلب. ول 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 فريقكم مبسوطين وانا ما ادري. يا عيال تكفون طبعا. اهداء خاص هاي يا عيال، تكفون. الجوله الاولى فازبها، تكفون نبغى وقفتكم. تعال يا بابا تعال 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 يا حبيبي تعال. تكبيس تكبيس، اسمع قلت لكم تكبيس. محبين وموجودين والله باذن واحد احد. ما انا ما ودي ابين لك اني شرس وانا حيكم. والله حيكم. اسعد دينك يا عمر، اسعد دينك. وين الكلام؟ ناوي تعذيبي. حيكم والله حيكم منورين. ناوي تعذيبي لا تعذبي قلبي، ناوي تعذيبي لا تعذبي قلبي. أنا حبيبك وأنت حبيبي، وأنت حبيبي. أنا حبيبك وأبو عمر حبيبي، وأبو عمر حبيبي. ناوي تعذيبي لا تعذبي قلبي، ناوي تعذيبي. شفتوا هذا؟ بإذن الله لا غير نوريها الويل، بس تكفون تكبيس. عطنا دعس دبكات، حط لي دبكات. الجولة يا حبايب، الجولة الجولة الجولة. يا هلا هلا بك. دبل حبيبي، شدوا دبل 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 يا جماعة. والله ما قصر، والله شكرا، والله شكرا، والله شكرا يا عيال. دبل 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 فيكم يا عيال، اسعد فيكم. صدام انت وانجل وغسان. شيل بابا شيل. كأنه صاب التطرطوش حبايب. شدوا ناوي تعذيبي لا تعذبي قلبي، جايين اللايف. ناوي تعذيبي لا تعذبي قلبي. يلا انا حبيبي وانت حبيبي، وانت حبيبي. أنا حبيبك وأنت حبيبي، وأنت حبيبي. ناوي تعذيبي لا تعذبي قلبي، ناوي تعذيبي لا تعذبي قلبي. أنا حبيبك وأبو عمر حبيبي، أبو عمر حبيبي. أنا حبيبك وانت حبيبي، وانت حبيبي. وقعشت يمينك.
اسعد دينك حبايب الجولة. الله يريح بالك. لك شكرا شكرا شكرا. حيك يا ابو عمر حيك. والله وافي وافي وافي. اي غسان اي حيك جميع حيك. الجولة حبايب الجولة الجولة. اسمع اسمع والله والله يا الطيب قلبك يسعدني ربك. يا الطيب قلبك يسعدني ربك. قدي بالدنيا محد أحبك محد أحبك. قدي بالدنيا بالدنيا محد أحبك. يا سعود يا سعود ناوي تعذيبي إلا يا إخوان. ترى الفرق بسيط يد بيد والله نجيبهم. نبغى ربعنا ها من الأخير. ترى الفاز بيحكمنا لأنه فاز في الجولة اللي راحت. قفاز شيء اللي عنده قفاز يرميه. يا حبيبي أنا حبيبك وأنت حبيبي وأنت حبيبي. لك ماني شايفك يا سعود. وينك لك يا سعود؟ بر 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 إنجل وينو سعود وينو؟ موجود موجود يا وينو سعود وينو؟ عليك عليك حبايب. يا العسل دمك مشتاق اضمك. يا العسل دمك مشتاق اضمك. شاغل لي فكري وانت حبيبي. والله شكرا الله صرنا ناوي يسامح. شكرا شكرا شكرا. تستاهل تستاهل يا حسام. شكرا الله يسلمك حبيبي يا سعود. فهمت فهمت شو قلت لك؟ قلت لك تذكر تذكر الكلمة صح يا غسان؟ صح. يوم لك ويوم عليك. والله صار والله صرنا زمان ما فتحنا صدقا عن جد. يا رجل في الزمان ولا بعدين ولا قبلين. العين ما بتعلى على الحاجب. يعني اوكي انتم فنانين اصواتكم حلوة كبار ودنيا بس ما بتفوت من بعدك من بعدك من بعدك حبيبي. الله انتوا مستواكم عالي باخلاقكم وبوجودكم الطيب يا اصواتنا ركز عليها. سعود وانجل وغسان اصدقاء وغالين علينا. هارد لك يا سعود هارد لك. يلا جيب مستوى تعال. خفف الطاقه لا تعلي خليك متوازن. جيب جيب مستوى تعال. يا البرتقاله شوي مثل الحرب عم بيقولوا لك. يلا ما احنا اسمك ميها. شو مثل الحرب؟ 1 2 3 4 بعرفها انا. مثل الحرب حبك دمرني حتى من نومي حرمني حرمني. يا الغرامك ما رحمني قد كسر قلبي وقهرني قهرني. دخيلك روح من بالي اطلع برا ذاكرتي. اريد انسى ما اقدر احبك حيل مشكلتي. شد خلقي ويا خلق اللي وعايل للفجر ما شلون اغضى وانا بهالحال
شلون شلون اخفونا بهالحال قرب متلفلف بخنجان يابا لا تنغر تل الرطاوس من يعاين الغيلة حالتي حالة طرز من قبينا شمس ثوب شكرا عبد الله وانت ما تدري مقاديفو وسيابن الأنين برمق الدنيا على أدري ما يرجع لي بس انتظر محبوبي كل صعب نسيانا ريحة حنين ثور أنا أدري ما يرجع لي بس انتظر محبوبي كل صعب نسيانا ريحة حنين الثور يعني بعد ما اشوف الله مو بيصار تخوف وانا الابد ما تجي لتشوفني تعبان حيل هذا من جرحي القديم سويت العليم ويلي الله يا قلبي ذي حبك يجي ويلي عجت وانت سويت العليم
بديتكم والله كل الموجودين ما ودنا ندخل مع ناس ما نعرفهم عشان ما نحرجكم. عبر على سكوني حلم سكون عينك سالمه خليك عاشق بالاسم بس روحي بيك الهاي الله قطع المكاتب طرب طرب اليوم ولا سأل عديب شكرا والله كل اللي يدعمون بيض الله وجيهكم ما تقصرون والله. تعال شوفك مال النجوم وطام دام السمع عيونك بعثرت هالدنيا بلياك ودونا بسمتك من هو قرأ ضحكتك من هو كتاب لما تبون نجيب لكم تالا اي والله تالا انا رسلت لها بس ما ردت والله شوف بوريكم شيء العمر من الخوف شفنا وبعد تنشوف ما يثمر المعروف وما كل لي حبي لايف لايف يا الله والله كفو حلو هي انت لا ما ادري منو ما ادري يوتيوب اثنين خبر يبثون يا الله يا اخوان اشتقي للناس اذا سلوك عني شنو عذرا كذا عرفوا بعدني محمد هلا والله اهلا ارحب ارحب محمد ويلكم يا محمد اشتقي لهم عافني محمد لو انا عفته خسر وتقل لهم لو خسران دن 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 في شيء ينقط ينقط مدري يا اسمين استغرب لا ما في شيء فقعات هذي ناس احنا يعني نعرفهم بيهم تعال نغني شوي يلا يلا هالمرة لكم يلا دويت ثلاثي اي دويت واكيد طبعا كلنا دويت مع بعض تريو 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 تكبيس يا اخوان تشمت
شمات فيني وتشفى أجبرني الوقت أنا أرد لك تشمّى وانت عاد يسعود تبيها تدري أنا أحبك أحبك والله أحبك جبرني الوقت أنا أرد لك تشمع فرصة وجدت لك وانت عاد من الله تبيها وتدري أنا أحبك أحبك تشمت فيني وتشفى وحسابك معايا صفى وإذا ودت تعذبني الزمن كفى ووفى جبرني جبرني الوقت أنا أرد لك أنا أرد ما خسرتك أبدا شنو احتاجك مثلا مو بالي وأصلا مريدك إيه عوفك طبعا جروحي منك كثرة وكرر هوالي مريدك ما خسرتك أبدا شنو احتاجك مثلا لين بدنيا غبر وخت ماي تلين صحبة تذبة وعشق فاشل ابتلينا طيبة جابت بس مشاكل ضاع العمر بالخوف شفنا وبعد نشوف ما يثمر المعروف وما تميل العين تقول لي حب ويدوم لا تحكي بالمرحوم متحمل متحمل هذه الذكرى
الله منك ما شكي وصافيت للنار جنة من جرابت الانشوات ليش تجرح شخص حبا أصيح الويل يا ويل تعبت حي ما مرتاح قلب الليلة ودا مرة منك ما شكيت مرة منك ما علي شكيت حبيب الخاطري أشوف دمعات أنا مسافر قول اليوم
شكرا لكم على استماعكم. اي والله شكرا على حسن الاستماع. يمكن تاله تبث ايش رايكم؟ بس يمكن لا تقول لي ضروري بس كنت البث ان شاء الله ولا ولا خلاص خلاص هاي سمعنا اليوم الجمهور. على العموم يا اخوان الله يسعدكم، حبينا ان نقدم لكم بث خفيف لطيف وان شاء الله نعجبكم، واتمنى من الجميع ذكر الله على عزف غسان وعلى صوتي وصوت غسان وصوت انجل. فشكرا شكرا شكرا لكم على حضوركم هذا الطيب، اللي حضروا عند غسان وانجل واللي حضروا عندي كلكم تراكم واحد كل اخوان ومن أيوة الله. فكان بث خفيف لطيف، ونقول لكم من هذا المنبر استودعناكم الله وفي امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا حبايب لكم. شكرا حبايب. عندي جاكوب بس مدري ما يا اخي مفتاح بس. ويلكم يا ساحر، ويلكم كل الموجودين سواء والله ما في بها. تعال شوي شوف جاكو، تعال شوي وانا هيك بجي شوي وبفتح الموبايل شوي. انت بدك ترجع لورا شوي. فانا بقرب هيك خلص صارت الامور طيبه هيك. يلا ترارن تن 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 يلا تولى امور الكرت الصوت سعود. عندك مهندس الصوت ومعنا الدي جي سعود بن خميس. معكم مايسترو مايسترو. بنات عادي خلاص عادي. مرحبا. هلا والله. هلا كذا لو سمحتي وقفي الميوزك. افنان الرابع عليك دوري انا معك. ها حنا شوفوا دقيقه، اول شيء بقول لكم سالفه. قول. بنزل ضدكم انتم الثنتين وحنا لحالنا، احنا ثلاثه يعني زايدين العدد زايد. شكرا يا فواز. انت قد القدحه هذه يعني. ليش مش قدها؟ ليش من قال لك اني قدها لو سمحتي؟ اوه حلو حبيت. يلا تاكد انك قدها. اي قدها وقدود. لا بس انا ما احب كذا، انا احب نلعب رباعي. جيبي لي جيبي لي رابع. يلا خلنا نجيب تين. حبايب شيروا اللايف يا غوالي. كيف تشيروا مع كل الاسف خيب الظن. يلا خلينا نشوف. تعالي افنان. يلا شوفك قبلتي يا فنان، شوفك قبلتي. يلا نشوف ايش عندك. يلا اسمعوا صوتنا احنا نغني رجان طفو ميوزك لو سمحتوا. حبايب اكليس لو سمحتي. بالقوه نسمع عادي، غني خذ راحتك مو بشرط نعطيك. خلاص ايه عطنا ميوت في ميوت. العظيم الواحد قسم بيت الله يخلونا اخي اسوي. والله العظيم سهرانين مستانسين. مرت سنه وعدت سنه والقلب ما ناسيكم ما ناسيكم. مرت سنة والدنيا دارت بينا بينا بصوركم قلنا وين تحاجينا هاي عيالك. والله شكرا فؤاد. وين شد يا شد؟ يا ليلي.
تحمس تحمس. يا لو ان الحب حالي كانوا الجولة فهمتوا؟ شن تظن الناس مثلي عايشة من دون حيلة قلبي اليوم صار مبلي بعد عشرتنا الطويلة يدنا وفي الحب قتلي والخداع أسهل وسيلة خانني يا ناس خلي بعد عشرتنا الطويلة ما السبب في ضيق حالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي نوريك ما حدنا فتح كام ها نوريك كمان العظيم بس اسمحوا لي بس خسر وانجر انا اللي يسويه انا اللي اتحمل والله خلص روح انا اتحمل اجاك واحد تقول ترى سعود سوى كذا عن جد مو كل العالم ينطلع معي يا جماعه والله في عالم هيك اللي ينزل هاي كيفكم التكيت حبايب اشتقنا لكم انا وانا اسمع كني اتابعكم من الجوال ايه صح لكن طبعا ايه هلا اللي حط سماعات ترى شوف بيسمع نفس ما عم نسمع نحن بالضبط بالضبط خل اسمع هذه كاملة والقلوب بعاد اخشى هدف عيني الى بس هدف هذا حلو هذا احلى اللايف هذا انسب انا اشوف هذا انسب مقوى الحكي حينها والقلب ما اعتاد على نقلي حبة من عرفة Oh,
سعود. ما كنت أفكر للبعيد، ضيعت عمري بغراب. مين؟ ما أدري. شوف بدك يا لا هذول لا أسلم وثقة مو حقيقي وبس كلام وغلطت. يلا روح ما بعرف. لا خليك. اهلا. هلا والله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله عليكم. هلا انجل. هاي طالب. طالب اشتقت لك. هلا حبيبتي. هلا دكتورة. والله اشتقت لكم حبيب القلب. هلا الله. قربوا 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 بشوف وجيهكم. قربوا. اسمع طالب بدنا نسمعك صوت كثير حلو. I love you so much. اسمع. الله يسعدك. سمعوني هذي سي سي طالب. ها اسمع. خير يضبحوا. يشتق للناس اذا سألوك عني شنو عذرك اذا عرفوا بعدني. كلهم عافني لو انا عفته خسر هو. تقلهم لو خسر ما غلطان انا وياك مرتاح. حسبت الله تعبي عوض الراح للأسف خيب ظني. ظني مع كل للأسف خيب ظني. لا سبب تزعل وتجرح بالكلام تقلب الدنيا على راسي وتروح. لا معك ينفع عتاب. سافر عن عذابك وين اروح. وين وين سافر عن عذابك وين اروح. ترى كنا نضحك ونلعب جولات مبسوطين. الله 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 الله. هذا اللي يقول لك يجيب لك الضيم بعز وناستك. ما شاء الله. كنت اسمع من اللي لقيته. ما شاء الله. سعود شلونك؟ والله بخير الله يسعدك يا استاذ. الساعه المباركه اللي سمعنا هالصوت الحلو. الله يبارك فيك. ابن هالوجه. اول ما غنيت عرفتي ولا للامانه؟ تبي الصحيح؟ لا. والله اني ما اعرف. لا حتى اللي عندي يعرفوا. انا والله اني ما ادري انه هو. علي الحرام حرم. حتى الكومنت عندي يقول من وين طلع. والله يعني ما جانا ولا دباب ولا جانا ولا احد. لكن عسى الله يمدك بالصحه والعافيه ويشوفك ان شاء الله. انا غير متوقع انك تكون سعودي. طبعا انا حميه عندي بما اني انا شمالي وهو شمالي. يا حبيبي والله. ايوه كفو. كفو الشمال السعودي. ترى هو مشكلته حاجه واحده انه يستحي. ترى لو يدخل زي المشاهير بدون خجل بزياده علي حرام يكسر الدنيا. هذا بيستحي. والله انه يستحي. كل العالم مستحيل. لا سعود لا شوفوا انت ما تدرون بس انا اتكلم قدام الكاميرا. اوكي ما يستحي في اشياء بس كثير خجول فعلا. في حاجز عنده لسه ما كسره باقي. لا 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 اذا خلوق مو معناته بيستحي. صح. احنا نحكي يعني انتم ما تفهمون. فهمت فهمت طالب. طيب خلاص يا اخي على راسي. الف رجال. فهمتك يا حبيبي. يا حبيبي
والله العظيم انا من انس خلاني اناديك عشان تضيم. سعود سعود لك حق في اغنيه لك دايم اكثر الناس يسمعوها نزلت دمعتهم نبيها. لا الله خليك انا طالبك يا دكتوره مرتبطه. شمال عليك يا ابو خضر ما عليك والله اعطاها من الاخر والله والله على طول لا بس كنت مبين اني ما استحي بس انا شكو انت ضعيف لك براسي ليش؟ لا هو كسر الحاجز الحين بس مشايب قلنا لكم بس لا سمعنا يا سعود شنو الأغنية تقولها بكت الجميع؟ قال لي الخوات الثنتين أكثر مقطع أنا أشوفه. أيوة. في ثنتين في مقطع واحد. صح؟ هي اثنين بيتس أنا مسكين. اسمع الضيم اسمع الضيم. طيب موال يعني. إيه. طيب دقيقة أنا صرت ما أشتري. لا وباليسار حتى من أفا إلى لا خلاص نسيت يما بفراق انعمت عيني 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 ايش قصام لك ما حاضني زعلني من دون اسباب اللحظة ثيل علي وقوة تكون ويما يا يما يا يما يا يما يا يما ولا تذكروني بحبيبي يعني بالقوة نسيته جان دمع الطرف عيني والحمد لله بكيت لا تذكروني بحبيبي اني بالقوة نسيت جان دمع الطرف عيني والحمد لله بكيت لحد يجيب اسمه يمي من نسمة يفور دمي كيف؟ شكرا كيف؟ أنت أبا أسألك سؤال جيت عندهم تنبسط ولا تجيب لهم الضيم بعد معنا؟ كذا حنا كلنا ترى حنا والله ترى الاثنين هذول من الناس اللي كل ما ابث لازم ادخل معه يا حبيبي والله بس من اخر شيء صايرين يتغلون في السناب يتغلون وهنا يتغلون كل مكان يتغلون مشغولين انا ميردون علي انا ميردون علي كنا بالرياض اطالب لا انا ليش قلت في السناب ما يردون لانه هو يعرف انا وش واعدني فيه يا والله العظيم رحنا يعني اربع ايام روح سبحان الله اربع ايام يعني اربع ساعات يعني والله العظيم كان عندنا حفله يا رجل كان عندنا حفله صدقوني الحفلة ما شفتها والله ما شفتها انت هلا ما شفتها كان حفلة تكريم محمد عبده وغنينا وقفنا على المسرح شفت محمد عبده وجه لوجه لك كنا على المسرح ما اي والله ليش ما قلتولي طيب ما نزلنا سناب شفت كيف شفت كيفك طيبك متابع كثير اصدقائك غسان وانا قلت له محمد عبده شو رح تسوي لا انا كنت مسافر ايوه بسوي سكيب لا والله ما زوي سكيب والله بس والله العظيم دايم عندنا في السعودية والله رحنا ورحنا على البوليفارد وتفتلنا بالرياض ما شاء الله ايوه والله لا هذه خيانة انا اسمع في الخيانة الحين سوينا جولة بالرياض بس لا والله ما كثير يعني الجولة الوحيدة بس رح تدور على فستان غسان اكلت ولا ما اكلت مين أنجل؟ زطت أم المطاعم بس تاكل لا كانت المفطح بس ما حصل أنا أدري
بس تاكل ما شاء الله عليك. شو جاب الحديث هلا؟ لو كم دقين على طارق كان ينزل لكم مفطح. انا عارف والله لا ينزل له مفطح. شمري علي الحرام مجدرة لا ينزل مفطح. مجدره ايه مجدره والله قسم بالله انا اعرفها دايم يصورها اسنان بس تاكل المطعم اللي تدخله وتاكله والله تستاهل بالعافيه حلو. ها سامع الحكي؟ سامع الحكي الصح؟ بالعافيه عليها والله تستاهل. ها هذيك حكي تعلم مش فايده. طيب يا ولد نزلنا بالاوتيل الاوتيل فيه نزلنا فيه ثلاث وجبات، وجبه الصبح والمساء ما بتترك وجبه ما من معلم. اسمع حط لو بالسوق ترجع فطور غدا عشاء حط له بالليل هاي والله العظيم عادي هذا حال الدنيا. والمشكلة ما شاء الله عليها من كثر ما تمشي الظاهر ما اي والله هذا الحياة الحلوة اكل ورعة والله تسرع. اجل انت ما تتكلم يا غسان ياكل وانت تسوي شغل. لا والله انا ترى عز والله هي ما بتحكي والله العظيم انا بجوز اول مره هي اكثر مره بحكي من خمس سنين. انا غسان معي في السناب ترى ما يتكلم والله العظيم ما بعرف الاكتيفيتي حقها ترى يصورها وهي تسولف. صح الورد ضعيف والله اريح اريح. المشكله يصورها وهي تاكل هذا لا والله جعل عافية وإن شاء الله بعد عافية. شو جعل عافية فضحت يا أخي نشحت نشحت اسمين يعني ترمينا نمزح مع عدس وكذا لا بغطت على واحد في الغلط زلقنا يا رب الحمد لله الحمد لله جت سليمة جت سليمة اي والله جت سليمة. بعدين تعالوا متى ترجعون الرياض إن شاء الله؟ والله قريبا إن شاء الله اي والله قريبا بس هيك نظبط امور الفيزا وهيك توعدوني يعني. ولا تسحبون علي قول الصحيح. لا والله نسحب عليك. لا والله لا والله طالب انت وين بالرياض؟ نحن صرنا يعني بنفهم انا في الملقة. ايوه قريب علينا كثير. انتم وين؟ شو بعرفني ما بعرف. احنا كنا بشارع التحليه كنا قاعدين كنا بشارع بعليا 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 شو موديك مع عليا هناك؟ شو ودينا فندق روتانا نزلتنا بهذا الفندق شو اسمه لا طالب نارسيس مو بن علي هو اسمعيني ترى اللي يسمون نارسيس هذول يشربون المويه في شوكه يعني اللفل حق حياتهم والله معلم انا امسك اللحمه هيك بدي زومي شرش الرون عجلت. انا مره بالايام العاديه استاجرت فيه ب 1600 يعني هذا حق فخمين. وانا اقول لك شيء عشان تنصدمون. انا لما اسكن فيها اصلا ما ارد على جوالي خلاص تصير هاي عرفت ليش ما ردنا عليك. ما فينا يا اخي كنا هون اكثر واحد يصور سناب الوقت اللي استاجر فيه احل من ام المرايات. يعني تعرفون التكاوت اخر شيء طالب يطلع اقول له لحظه باقي اخر صوره اخر شيء راح ينشروا صورتك على القوة من برا هذا ممنوع الدخول. المشكله انه انا بقول لكم شيء المشكله انه حلو بس انه دايم زحمه دايم زحمه صح وطيح مشاهير اكثر شيء ما شاء الله ما شاء الله عن جد يعني الله يبارك لهم. هذا سعودي يقول لك مستاجره شوف بالايام العاديه كم ماخذه 1600 واقول لك شيء الناس في المسبح كلهم جالسين على كراسي إلا أنا أسبح قربت المسبح أصفر وصخ الشمال كله أحطه. أقول لك شيء أنا ما خلي حد حالي. بس أحسن شيء والله ترى حنا اللي يجون من الشمال يعني شو أقول لك يجي إنسان ترى حنا متعودين عندنا فنادق حلوة في الشمال يعني متعودين والله مشفوحي مش ما عنده غير فندق واطلق فندق حتى نص نجمه ما يجي 250 ريال نصاب والله ان عندنا فنادق حلوه والله وين تو سمعتنا انت يا ولد الله يكرم بعض قلت احنا البر كل يوم خرينا المري يا الله كل يوم لنا براس ضلع لا وينور اللسم ويبتسم مبسوط اذا جاك هواء قوي يطلع منك غبار بس عاد بالله يوم رحت النار تغير شيء حسيت اني برستيج وانا ما عندي سالفه يعني انا بالنسبه لي تدري كيف تطلع بوشي واترك الجزمه وانت بكرامه واطلع بالحق ومسلمه هذا الابيض اسلم لا انا عكسك انا احطه بالشنطه اخذ للبيت لا انا تبغى تسوي تشيك اوت تاخذ اربعه شو اسوي يا اخي مجبورين البوفيه المفتوح كل طبقه اكل منها لقمه عشان ما يفوتني شيء
اي عن جد هذا يعيش الدور حقي انا. بس اسالك بالله يعني هم يوم جو ما استمتعوا زي ما استمتعنا احنا؟ والله احنا هم يجون يقطون اغراضهم يتروحون يتسوقون مدري وين يدوجون. اي والله احنا فل نوم ينام غصب من جرب المخدة. يا ولد قوم اصبر خلنا ننام شوي. لا والمشكله يدخل دوره المياه انت بكرامه يتلف. والله غصان الظاهر دوره المياه. وانا ادري انا ممنوع التدخين في الغرفه. اي صعبه ممنوع. الله لا يوفق العدو. وانت شاطره ما غير ليش ما قلتي لي هنا بغرفه حق المدخنين؟ لا ليه ما طلبتي والله انا حازلنا. انا الريسبشن حسب مول ما شاء الله مكبر فندق ما شاء الله الريسبشن. انا اسمع في اسانسيرات حق الزواج واسانسيرات عاديه. انا متعود على العز دايم اروح مع حق المتزوجين كل شوي يمسكون عند الباب يرجع هناك الباب. والله كله اتشابه والله بس عادي. لا انا عندهم مخاف من اللي حصلت بامانه. انا ريما ناشب لهم ناشب لهم طالب. انا ريما ليه ناشب لهم يا اخي؟ احب الحياه الحلوه. انا متعود اني اشرب المويه راح اتزوج ان شاء الله. لا بس انا اللي رحت الرياض احس كلهم يسولفون انجليزي. يسولف انجليزي النص البرستيج عندك تغير. انا ما اعرف انجليزي. اسمع بالحفر تلبس ثوبك. ما اعرف ثوبي ظاهر ثوب نوم. انا الحين سكنت الرياض ترى صار لي يمكن شهرين زين. والله من سكنت الرياض احس اني صرت اتنفس طبيعي. صرت يعني اشوف الناس عاديين. يعني اول كنت اروح الشمال متوتر اي واحد عنده شارة تهاوش معه اي واحد القاوته. الحين لا هناك مشكل جيين هناك تعرف اللي يقول لك مصارعه الحره ايش تقول؟ احنا ايش مين الحين؟ احنا الشمال صرنا نطلع فضايحنا. اي والله طالب عندي سؤال. لما تخرج من الفندق بتاخذ الروب حق الحمام الله يكرمك؟ اي مره وقفطوني. قلت ليش قفطوني؟ الشنطه واضح انه في شيء منتظره. ابصر شو اخذ كانه مواخذ فيش استشوار كمان اخذه هيك صح. عين ينفك معي اجريت وطلع مشبوك سلك وبجدار والسليبرات كمان. انا حاولت كل شوي يطلب واحد. انا حاولت اسرق باجوره بس طرحوني. لا انا شوف اسهل شيء تاخذه وشو؟ الروب حقهم قسم بالله. تدعي لي ارحب عزيز. والله هذه ما فكرت فيها انا. لازم تكون اخذت المكوايه كمان المكوى والطاوله الكوي. هي الكوايه حاولت بس ان المشكله حق هذاك مربوطه. تعال تعال وش خذيتي معك؟ قولي الصحيح. فكه بتبيعها بتبيعها قطع غيار. على كثر ما اشتريت اشياء بالرياض والله رجعت شناتي هيك حتى تركت من اغراضي. والله تركت احذيه. ترينا شاخذ اكثر شيء شامبو فرشات الاسنان والمعجون هذول كيف نسخن حطهم الشنطه. المشكله انك تاخذ الشامبو بدون رغوه ما ابو فايد. بس والله بتعرف شو خدت؟ مشط عندهم. المشط عندهم بس المشكله يوجع الراس. لا والله حلو مسامير مو انا حبيته لانه صغير هيك هالقد وله جهتين هيك ظريف ظريف يعني سرق فيه ظريف للحيه. لا هذا بيعطونا اياه. لا هذا مو سرقه. سبحان الله شلون يعطونا سياره؟ والله العظيم قلت له هذا بيتاخذ. بيتاخذ لانه استعمال شخصي شو بدي اترك لهم اياه؟ راح علينا سعود ما اخذناه. والله اول مره اسمع ابو هنا. نرجع نسكن فيه ونسرق. والله تم ابى انزل وايت وخليه يسحب مويه الناس. اسمع انا وياك نص بنص انت من الصبح للظهر وانا من الظهر لليل. واخر الليل نجتمع عادي سوا. ابى اجيب معي شو اسمه هذه حافظات الاكل الحمد لله. والله اني ما ادري انهم جايين للرياض علي الحرام. انا لو ادري انهم جايين للرياض بس تدري جايين للرياض وداير انكم في النارسس جاي مستاجر جنبكم. والله جاياتك ثاني. يلا استنج عالي يعني انا بعدين ترى على فكره عندي خصم 50% عنده. والله الله ليش خير؟ عامل تميز. زبون دائم. زبون دائم. زبون دائم. زبون دائم يسرق وينقبض. صرت كل ما اجي اجيبه. عامل له والله الدنيا عم مو والله بيكونوا حاطينك بالبلاك ليست هلا بالاوتيل. بس تبي صحيح والله ما عمر شوف كل فنادق اتحداك تسرق منه شيء يطرحونك. ايه طبعا قسم بالله يطرحونك. أيه تدري انا مره شو اسوي؟ الفنادق يحطون شبسات عصيرات. ايه اشربها لو طلعت اجيب معي واركبها مكانه نفسه بالضبط. كل قسم والله تضبط. مثلا انت ما فكرنا فيها. والله اكل من عندهم ويبغى تطلع جيب زيها وحطها بس خفيف. تعال هذا الوش اللي معك بالكيس.
وانا رايح فوق عادي خذنا ما فكرنا فيه هذه اي والله مثل الحين مثل الحين انت ساكن في فندق اخر الليل اخاف انه زي البيك عليه طمعه البيبسي عليه طمعه لا 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 شفت السوبر ماركت وروح اسلك انا بلوي يطلعوني تعالي ملعونه بالصلايه وسارق بيبسي والله انت حظك ممكن تصير قسم بالله بكره القى ختم الناس على البيبسي اتغربل اجمع هذا يمكن هذه ما لا في اي بيبسي ترى بيبسي صح صح في عالم هلا الماي بالنارسز مختومه والله من عندهم لا زبطت معي الحركه هذه احلفي مختومه والله المي من عندهم المي اذا قزاز لا تقرب له اذا بلاستيك لا عتلق خبره لا المي إلون المي مكتوب علي اللفه هاي نارسيس خل حق شفك شيء شوي جمعك صمغ من برا يحيى طيب اسمع انا الحين انت توقع لو جبت بدلت يكشفونا ما يكشفون صدقني خاف على حظ يطلع من كاميرا بالغرفه اكل ومخمخ لا قعدت طول عمر وانت راجع الفندق خلص شغلك جيب لك مع الاشياء اللي اخذتها رجع المكان طب شو استفدت شفتوا وش فايدة عيال الشمال أذكياء من الأول جيبوا بواقين إيش لو انطرحت بتفتن على سعود قسم بالله إن انطرحت أدق عليه والله نقول هذا اللي قال لي والله عشان أشوف عشان ما تنسى الأشياء اللي جبتها اللي إيه. تاكلهم وخذ على فاضي معك على خشمي شلون الأشياء أو صورهم ولا صورهم ما صورهم أحرقهم وقطهم بالدرت مية وأنت لا عشان ما تضيعهم في السوبر ماركت ممكن تنسى شيء تدفع شيء طبعًا بس انت شو استفدت يعني اي عشان تطلع تجيب زيها من السوبر ماركت كم تنسى شيء والله بس يا سعود هو استفاد يعني اذا من الاول بده يجيب خلص يجيب ويشرب يعني. اي والله صحيح انا وش مستفيد الحين لا يعني اخر الليل ما يمديك تطلع فتشرب من عندهم ولا قعدت الصبح مخمخ تجيب لك الاشياء اللي اخذتها وصارت معك في النارسس قل لي تكفى اذا صارت دايما بكل فندق اسويها مبسوط انا اجل تم والله والله انا سويها بس والله انصار بي بلا اول ما ادق على غسان اقول له عليهم يقولوا لي وانا عاد اشوف يمكن اجي بيزبط لك الوضع انا اجي للفندق اسوي زيك اذا مكشفوني ترى مشكله منك شلون اجي نفس الفندق انت ساكن اللي طرحك فيه واسوي نفس حركتك اذا مكشفوني المشكله منك لا والله لك يا جوزيف لا 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 ترى الدنيا شوف انا بسرق هي خربانه زين بس اول ما بسرق حق الكواية حقتهم علي الحرام دمار ترى بخار فكفكها بس فكه وبيعه فك يا اخي ليه خسران عشان ما يشتكون عليه يقولون هذا انسان طيب جيب لك وحده ب 50 ريال وحطها مكانها يا اخي ايه فكه وبيعه قطع خيار عشان لو كف شوي يقول والله انه بواق محترم جاب لنا وحده بدالها بس ما يكشفوني بعدين يمكن يستدعونك بعد ما تخلص منها تكوي تعيش حياتك بعد مثلا ايه تماما تكوي لك فيها كم بدله غير عاده يسجنونك سنه عشان كوايه اخاف انها تطلع زي حقات عثيم ب 75 وهم يقولوا لي قيمتها 2000 ريال ايه بك بك الدفع الله يهينك يعني ما توصف البيبسي يعني هي حقها 3 ريالات وبيقول لك حقها 30 اي هو عندهم كيف صح فعادي ممكن الكواية تطلع ب 30 ألف لا والله اللي زلقنا لا تدري شلون تسكن في فندق بالمهيدب ولا شيء ثاني حتى ثلاجة ما فيه في فندق اسمع والله في عشان ما تدري نفسي على سرق في فندق اسمه بريرا علي الظاهر بريرا لا هذا جوي هذا فندق المخصص هذا فندق المخصص انا بعد انا هذا اللي قبال مكتب خلاص اغار عليه انا اغار عليه لا توصفه هذا مره جيتهم والله اللي احبه عاد صحيح احبه صحيح انا موت عليه رحت عندهم يوم اليوم الثاني طلعت الساعه 6 المغرب والله رحت وصلت المطار وبطير للشمال رقم هلا مرحبا قالت ادفع 600 ليه قالوا يوم جديد قلت انا مني هنا دفعوني قل قسم اي والله والله لا يوفق عدوك بس انهم اي والله تشيك اوت الساعه 2 وطالع للساعه 6 فندق ابوك هو حتى اللي دقوا علي قلت خلاص احنا اطلع قعدت اجمع وراء طولت شوي والله ودفعتهم اي والله جيني يستاهل طيب ليه ما قلت لهم يا اخوي انا مسافر وادعي قلت لهم ما جزيف انا ابو حيك والله يا جزيف انا لو ما قال الموظف اللي دق علي انه هو يتحمل المسؤوليه ويدفعونه من راتبه كان سحبت عليهم ايش دخل الموظف طيب ما ادري يقول ياخذونها من راتبي عشان ما سجلت بياناتك وكذا وشلون ما سجل بياناتك على كيف ما سجل بياناتك انه هو مسجلني اني انا مسوي يوم جديد بس ما دفعت سعود خلاص هتاخذ بلاك ليست والله شنو هذا بلاك ليست جزيف اي بيست فريند يعني افضل صديق
أفضل صديق للفندق. والله تعرف أفضل أفضل عدو للفندق. بلاك بيست فريند. الكلمة هذه هج عنا. إيش ما قرأ لك الكلمة هذه هج عنا. أفضل صديق أسود. بلاك بيست فريند. بعدين تعال تعال سعود الحين وين؟ دبي عنا. أي أدري وين بدبي يعني صح؟ ياس هديكم خدمة تكفى. أنا بجي أسبوع الجاي بس أبي لي شغلة هناك إذا مي موجودة ماني جاي. شيء طبعا غسان وأنجل والله ونعم وأدري إنهم يفزعون لكن أنت حمية. إيه ما ممكن أبوقه ما تدفع شيء عادي. عارف والله صحيح والله 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 على المزاج والله. خلاص أكتب لك والله والله بكتب لك. أنا ضفني ضفني سناب عشان أرد لك إضافة. يلا كم يوزرك؟ اكتب شغل خميس يطلع لك. موثق موثق ما توثق للحين. الا موثق فموثق تسرق الناس امزح امزح ادري بموثق بس استنى. هو يبي يرقعها عشان ما يدرون اني موثق بوال. اضفتك جيتك دقيقه جاني كان خذ له سكرين شوت. اسمعي انه ضافك تي تي 69 هو هيك عمل فينا تي تي 69 لا تبعت له انت جوزيف خلك لا تطلع لك لا تبعت له مين لك لا تبعت له ليه لا تبعت له لانك بتاخذ سكرين. انا عارفه ينزلها عنده سعود الخميس. والله ما سويت. الله لا يوفق عدوك حركاتك هذه تسوي لي يا متعلم شرف اني حطيت فودو فودو حطسنا بفتنا حطينا قلنا ضفتوني قلنا له ايه عليكو اخذنا نقطة شاشمي. انت بغير هذا ولد ديرتي انت ملاع من عايشين عادي عادي هو يشوف فينا حركة الروح انت واجه انت ضارب وكلنا نحل عادي اي وبعدين نحله يعني الحمية ولا تحله انت بعيد هايف عليك ولا بعيد ان احنا شو يعني ممنوع نتصافى ونضارب ونتصالح انتم بعيدين عني بعيدين عني حيل يعني ما يمديكم تقولوا لي شيء لا بس حنا ما عندنا مشكلة يقطع رجلي هو يركبها لي يلحمها يعني حرام عادي عادي ترى بس بالشمال هذه انتو كيوت والله بعدين أقول لك شيء عمرك شفت أحد من الشمال جاك صدره ضيق دايم يضحكون يسلفون والله العظيم الدنيا مستوية عندهم على واضحة النقا ترى يجي الرياض يحسب روحه بلندن انتم متعودين كذا حنا قسما بالله البس سكارف واطلع التعلية فر البس قلادة على عرام اسمع اجنبي وانا بالرياض يعني اسمع اجنبي فجأة يلقى كلب في الشارع ياخذه من الرعي يتمشى فيه يصور سناب عادي ما عنده مشكلة بس اهم شيء انه نظام انه ستايل وحركات مع اني انا ترى جالس في لندن 7 سنوات بس ما بتغير احنا اخر 4 سنوات نحسب لها وعندهم له ريحه غير عن هوانا ريحه ورد وكذا انفضحنا والله انفضحنا بس اقول تبي الصدق والله حياتنا في الشمال الطف حياه والله العظيم ترى احنا ما نقدر نطول عندهم هناك ما نطول شوف انا مو اداوم في الرياض الحين يجيني تكاك لازم اجي الشمال اشم هواء وارجع مو بس ايه حلو حلو والله هلا سبوت كان عم يقول لنا انه ما فيني كثير بعد ما بحب احنا اصلا متعودين شوف لنا شاي بينقد علينا يهوشنا لازم كذا اذا ما بس بالله وبعدين يشوف لبسك مو زين يقول لك انا ابغى شوارب تسمع عادي ما. اصلا تشوفونك لابس بدله يحسبونك كافر على طول والله لا تصبغ شعرك صبغت شعرك انت يهودي الديان حقك كله تغير بس احسن بابا منهم مدلعين عيالهم عادي يضربك بعد نص ساعه يعطيك فلوس طبعا يضربك لين تصير تالف وبعدين يعطيك فلوس ما تدري فلوس هذه تعالج ما في فلوس ببلاش يعني تطلبه ينشفك يتعبك معاه ساعتين ثلاث بس انت متاكد انه راح يعطيك هو راح يعطيك بس اول شيء راح يذلك اي ينشفك تنشف متى تصير رجال الكلمة هذه تجرح وانت عادي راضي تعال اسمع وشوف فلان ليه متى تصير مثل فلان وذا فلان اصيع واحد بالعالم هذا اخ يلقهر لا تذبح والله لا تذبح نفس الوجع تبي تشوفون الحياة الحلوة وين؟ تعالوا شنو؟ اي والله تعال شوف قسم بالله عاد احنا ماضي حشجر برحة ما برحة وتكرمون درام زبال اصفر درام زبال اصفر مكتوب عليه ذكريات حرف اي ابو فلان ما ادري ايش وضع هذا ابو فلان ابو فلان هذا ما ادري ايش اسمه عبد الزبال
والله العظيم المحطة توا جديدة فجأة كاتبين ألف مبروك المحطة كذا ليش طيب؟ رعية تو افتتحها ألف مبروك المحطة كاتبين يعني ما في أي حد للمعلومية ترى يموتون بالمجان يفتح مطعم مجاني كأنه جايهم ما أدري مين أيوه يعني أول شيء أول عرض راح تسويه وشو الإنسان أول عرض يسويه؟ أنا أول ما يفتح أول يوم مجاني راح يشوف الزحمة أول يوم يقول أنا راح أكسر أطلع مربح المحل بأسبوع ثاني يوم ما في أحد ما في الوالي يبون مجاني طبعا مجاني مش يوم بس بالله صدوره مصيعة حلوة حلوة يعني مثل المحل يفتح المغرب هو ينتظره من الساعة 7 الصبح وعادي والحياة حلوة ويضحكون ويسولفون بس والله العظيم إن عندنا الشمال قسما بالله أنتم يا كومنت ترى الشمال تعالوا شوفوا قسم بالله أنها انكم تدخلون انا نجيكم راحه نفسيه علي الحرام شوف ما تجوع كل شوي متعشي لك مفطح عند واحد قسم بالله شنو المفطح والله شنو المفطح مفطح ذبيحه كامله كيف ذبيحه الموت لا جاءت ذبيحه لا هو شيء بعين قسم بالله خاصه لا تقوم تسحب من بدايه الضلوع لنهايه اللحم بمسي ثلج وقبل لا يخلصون من الاكل كذا طقه والراس والموت خاصة حطيت صابع كذا الاثنين انت تسحب من الموت الله لا يوفق عدوك الله لا بيع البرنامج كله المعلومية ترى ياكلون بيض عندنا ما هي عادي مفطح يحط لك بيض على الصحن والله صحيح والله ما جربتيها انت هلا بدخيلة هلا وسهلا السلام عليكم اهلا صباح الخير اللخمت قلت هذول ايش أنا قاعد يشتكون كيف حالكم جميعا تستدرون حنا بالشمال نشوف واحدة مكشفة نقعد نقاح أوس كذا كذا نفر أمد كذا 50 سيارة طيب يا طالب توني فاتحة بس بقعد معهم شو عادي عادي خلي لك عادي لا أنا ما حب أنا ما حب أدخل جولة أول ما أفتح خايفة يعني يا أنجل 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 ما عليك من إيه عليك من طالب تعالي تعالي عشان أنجل تلعب معنا نلعب يلا انزل طيب أنت بوجهي يا أنجل مو بقصة أنا حب أقعد معاهم أنا حب أقعد أسولف معاهم إيش فيكم يلا بعدين معاهم إيش يخف علينا يا أنا كذا والله أنا وطالب المسكر نجي عندكم أوكي يلا حياكم وتخيلي بس أنا يلا برجع لكم تمام بس كذا 10 دقايق برجع لكم أنا رجعتي لي تشيلي بوجهي يلا روح أوكي باي والله ما ترجع اليوم كله حارم على يلعب معه طيب دكتورة انت دكتورة شنو يعني دكتورة التجميل ترى احلف والله جلدية وتجميل ترجع ابغى ايش اسمه دقن او شنب لا هذه بلا دعاء موجود قولوا رب والله بلا دعاء صدقني بخاخ ابو جيل من الصيدلية بخاخ ابو جيل معود تروشت فيه مطعم كن علي انتم ايش قالت لك ايش قالت لك تقولوا فوجين فوجين هذه عدوا لك بخاخ يطلع شعر يا طالب بخاخ يطلع شعر بدانه والله العظيم رشين يطلع بداني ايش فيه اسمع اسمع في حل نهائي شنو طالب بيدفع لك تذكره لتركيا وتوصى هناك والله اامن اللي يوصي قسم بالله تم حول لي فلوس وانا ادفع من عندي هذا الحرام بعدين ليش ولا ليش التكاليف نروح سياره انا وطالب ما تركيا ما نروح الا نحطها بالسفينه ونروح ما في مشكله نركب لها جسمه تحت اسمع والله تركيا لا تروح تزرع عندي بالكويت ايوه الكويت شطار والله بس شعره يصير لونه احمر لا 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 بالعكس بالعكس طالب والله والله يطلع لي دقن وكذا والله شفت بعيوني زرعين شعر كأنه حقيقي زي لا طالب. لا ضيعين لا ضيعين الواد لا ضيعين الواد طيب ايش نبي الاول يحلقون بس اني تعب عليه ابغى مش طالب مو عشان زرعت فتغار انه يزرع يصير زيك والله لا يوفق عدوت اي انا زرع ايوه احلف انك زارع ايوه ها والله انك زرعت دقن وشرب والله كذاب اذكر الله تكفون هذا الله لا يوفق هذه مو دكتور ما شاء الله ما شاء الله خلاص يا جماعه شو لابت لك طالب حلوه والله متى زرعتها هاي انت ها قلبت علي الحين ها طيب طيب اقدر اغير اللون اشقر وكذا ولا لا اي اسمع اي مو ايش الدقن اشقر وشعر اسود وشعرك اسود ايوه اي والله صح لا يصبغ شعره عادي انا راضي خليه يصبغ شعره الله يقرفك ابغى ابي انا اسود عادي مو ليه الله لا يقرفك تخيلي ولد اشقر وعيونه خضر ورقبته طويله قسم بالله يصير مدل ها اجيب اسطوره ها خدل مو مدل
تقولي حنس تغيرون حنسين. حنس صغيري والله يبي له توزيع. يبي له حرارة بس. حرارة وشخطة. طبعا ما يعرفوا السؤال بعد الا على الشمال. لا هذه حرارة وتغيير زيت. ليه؟ تغيير زيت. والله يقول اسمه مهند شاطر. فيكم. هلا هلا ما شاء الله. هلا عيوني طالب. كيف حالك؟ بعد الخير طيبين. هلا والله. هلا حبيبي هلا هلا هلا. كيف حالكم طيبين؟ والله الحمد لله رحمة الله. صبحكم الله بالخير. حياك الله بالنور. يا هلا والله هلا هلا. يلا خلينا نلعب جولة حبية عشان عندنا ما يملون. يلا. يلا جولة واحدة. يلا جولة واحدة. ننزل نحن لأنه بعد الجولة. طالب. هاي روح. العدد عندي ناقص عشان الدبل وكذا. والله لا يوفق عدوك يا ملعون ابو الصلايب. والله العظيم توني فاتح لايف ما عندي. هذا سعود الفاقر. سعود شلونك؟ والله الحمد لله. جالك دايم طيب. جوله لنا زهلوه. تكبيسات يا جماعه. جوزيف حط قلوب بسرعه بس قلب واحد عشان اعرف ان الموضوع فعال. ارحب عز. والله يكفو. لو سمحتوا. يا دنيا دوارا طبعا جدوم طبعا جدوم غدارة وشلون شلون دنيتنا أعز الناس. عندك تحدي غسل تقدر تعزف عود وانت كذا ترنن 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 أرح ماستر. شوف شوف نبي اثنين طالب ارسل لنا. اذا ضبط اذا ضبط هذه اسمعوا اذا ضبط الحركه هذه يعتبر فاتح. توني فتحت رجعت قفلت بس ارسل لنا 3 2 دقيقه دقيقه عشان الدبل في المهاره عشان الدبل. خلاص زلمه سهل شوف والله العظيم عم تهلل. اللي برا تعالوا كمان غسان غسان غنوا غنوا انتوا انجل. يلا وسعود يا طالب والله تعبنا كثير تكفون من شيء. الحين انا اقول لكم غنى تقول تعبنا والله بحق والله 150 بكره بكره الحين مو بكره الحين باكر. يلا الحين يلا هذه واحده يلا سمعونا شيء يا اخوان. احنا صار لنا 5 ساعات باثين ترى وعادي ولا 5 ساعات تبي تموتون يعني. طيب اختمها معانا يا سعود اختمها معانا. ختمناها مع ناس قالوا نفس كلامك اختمها معنا. لا خلاص احنا اخر ناس يلا يعني وجيها انت تستاهل ان شاء الله وعدناهم ما نغلب علينا. ارسل لكم رقم حسابك واحد يحول 150. هلا سعيد عشان غني لكم دخلية لاون يوتيوب وشغل اي سعود علي القطه شويه. طيب كم يا جماعه 200 وكذا 150 والله لو انك داخل قطة عشاء ولا الدكتورة تبغى دقن وكذا الحين افوز عليهم واحكمهم ازهلوني. ايه صح يلا حبايب كبسوا شيروا هاللايف والله ليش قال يفوز علينا الدنيا فايضة هي. هلا سعيد ولا فزت عليكم لك ايفون جالكسي. ايش؟ هذه حلوة. ايفون جالكسي. كبسوا يا جماعة كبسوا. عشان لو قلت له ايفون يقول انا قلت لك جالكسي، واذا قلت له جالكسي يقول انا قلت لك ايفون. يعني احلم بها يا طالب. يعني ما في امل يجي. هلا هلا عزيز هلا. مو قلت لك علي ترجع. انا وياك ما نقنع. طبعك من حجر انت. تفرح من تبكيني ويلي الله يا قلبي دي حبك يجيك ويلي بعتت وانت سويت عني كبسو يا استقاله عذبتي حاله يا الدكتورة يا المحروسة صحة 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 بدينك ها أضرب التحية يا سعيد. تحية شنو هذه؟ تحية دخوله يعني. ولد ممنوع التدخين يا ولد. إيه لكن لا ما بيدخن بخور يا جزيف 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 لا تفهم لا تفهم غلط. أنا آسف والله أنا آسف. جزيف لا تروح يا جزيف جزيف لا تروح يا جزيف. ويلكم هاجر ويلكم يا جماعة. قال إيش قال جزيف؟ التكبيس تكفون تكبيس.
الحبايب. الحكم الاول يا طالب الجولة ترى لا تروح. الحكم الاول تاكل شمندر. اوكي. الحكم الثاني تاكل بقدونس بالجرجير. بقدونس ترى كلها لك هذا اللي اذا فزت انا احلف. اي والله. طيب يلا اتحداك تفوز. طيب قول الثالث. الحكم الثالث نعم نطبق بالسمك. بالسمك؟ ايه تسمم. ليه تسمم؟ والله ما انا مثل طعمه. ويلكم معزوز. يعني جربت طالب؟ لا بس احس الطعم حلو مطبق يعني. حبيبي احنا ناكل خضر يابس. خضر يابس تسنى. بالعافيه انا اشوفك نحفان. حياك والله. كف اف صح؟ يا حبيبي اف بي شكرا يا قلبي شكرا. جحبل. الله يسعدك. جحبل جولتين اصلا يعني. انا اول من اول سكور الرباعي جولتين. لا 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 شوف احنا لنا 5 ساعات بعدين بنحكمكم بالاطراف بسرعه يا اخي. الرباعي جولتين يا سعود لا حبيبي حبيبي بالله يا عيال ضيفوا في بي والله صاحبي ما قصر والله والله ما قصر الله يسعدكم. طالب جولتين يا طالب من كريم المستحق والله. انا لو انهم كذا انا شاد على عمري بس ما ادري ان الموضوع كذا احسب الموضوع طيب تحسب انها حبيه كذا ها والله اني احسبها حبيه. اي انا عارف. طيب والله اني كلنا على صار له سابع لكم السمك ولا نطبق على نيات على نيات يعني. يلا يلا جي جيب مستوى تعالوا باي. يلا يلا ابا قسم بالله يا سعود الهين. مستوى تعال اكلمك شوفوا يا اخوان والله ما قصرت يا بعد راسي يا اف بي حبيبي والله والله انك عزيز وغالي ما قصرت. على العموم يا اخوان هنا وصلنا نهاية البث. اتمنى منكم جميع انكم اللي مضايف غسان ونجلي ضيفهم هنا. الله يسعدك. فانتظرونا في البثوث القادمة طبعا ان شاء الله ان هذه مو اول واخر مرة. فاستدعناكم الله في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.